وضع بالمخيم انه ما بطمن انه حدا يعيش هون، لانه في امراض بتصير كتير مشاكل، وبصير يقوسوا بس كرمال زفه او شي، وهيك بصيروا يأذونا. احنا بنفكر انه في حرب او شي، بنقوم انه احنا شو اسمه بنصير نحضر كرمال نهرب او شي. ما في كهارب، والتسرب المدرسية انه امرات ما عم بروح على المدرسة، عم يبعتون لأونلاين، ما عم بيكون في انترنت. امرات بيبعتولنا كويز، ما عم بتكون جاي الكهرباء والانترنت، ما بنقدر نفتحه وبنسقط عن المخيم. المخيم هو عدد سكان كبير، والبيوت كتير على بعضها، وكل ما تروح على مكان بتلاقي ضروبة، والمجارير ما منيحة، وفي أعلام كتير، وحتى شو اسمه شجر أو ورد ما في عنا بالمخيم، والشجر الورد بنطينا إنه أكسجين منيح، فإحنا لا ما عنا شجر وورد وهيك. ممتاز. هلأ إحنا عايشين مش ببيتنا، ببيت جدي، لأنه كنا إحنا بسوريا وكان عمري 4 سنين وانفقد أبوي وإجينا. كل أحد بروح بلعب فوتبول بالملعب أنا ورفقاتي مع فريق يعني، وبس أرجع بدرس، وبس أخلص دراسة بطلع بلعب معهم بالحارة. بحب ألعب الفوتبول، كرة قدم، هجوم. أنا بعيش ببيت 5 غرف ومطبخ وحمام، و8 إحنا بالبيت، خالتي وخالتي وستي وأمي وأنا وأختي وابن خالي ابن خالتي. يلا قول. أنا بساعد أختي لأنه هي عندها صعوبة تركيز، بساعدها بالدراسة، بروح بجيب لأمي أغراض، ولستي إذا بدها شي بروح بجيب لها، وبحضر لها الفطور كرمال تفطر ستي، لأنه بكون خالاتي وأمي بالشغل وأنا بحط لها الفطور. أنا علاقتي مع أختي إنه هي أنا كتير بحبها وهي بتحبني، إنه بنضلنا مع بعض نلعب ونتسلى، إنه إحنا بالعائلة بنكون مقربين كتير من بعض، وإنه كله بيشتغل كرمال نأمن لقمة عيشنا، وبنحب بعض كتير مش شوي. بحب إنه أعمل أدرسها أكتر وتكون واعية أكتر من ما هي هيك، وإنه هيك أصير ألعب معه هيك. إنه عادي بنلون وبنلعب بازل وهيك. أنا أقرب شي لإلي هي أمي، لأنه عايش معه وهي كتير قريبة علي، هي بخبرها كل شي عني. هي شخصية أمي قوية كتير وبتشبهني، وبالعيون وبكل شيء نفس التفاصيل. أنا أمي بتشتغل بنادي مركز، أنا بروح بتعلم فيه، وبس ترجع على البيت كمان بتشتغل بالبيت، بتنظف بتعمل لنا أكل. أحلى شيء أمي بتعمله لإلي إنه تكون مخلصة لإلي وبتحبني. قبل الوضع الاقتصادي انه كنا نظهر ونروح عند خالتي بصيدا او بيروت ونشتري كتير وهيك، انه نطبخ عقدنا وكتير. اسا هلا ما عم نقدر لا نروح ولا نجي، نضلنا بالبيت، صار عنا اكتئاب، حالة نفسية. اثرت علي الوضع الاقتصادي بكتير اشياء، وهي كورونا، انه ما عم نقدر نطلع من البيت وعم بنضلنا محبوسين، وإذا بدنا نروح ويقولوا لك زبط وهيك. وأثرت علي بالمدرسة إنه ما كنا نروح على المدرسة نتعلم، ندرس أونلاين، والكهرباء ما كانت تيجي نقدر ندرس أونلاين والإنترنت. عشان هيك المدرسة والتعليم مهم كتير بحياتنا، كرمال بس نرجع اللي بمستقبلنا نعمله. التعليم والمدرسة
مهمين مهمين بالحياة كرمال إذا تنجح أو كان منيح كان يلا بعد مرة المدرسة والعلم هو منيح بالحياة عشان بس تنجح تدور على مهنة تتعلمها أو تشتغل شيء تستفيد منه. عرفت إنه إذا ما رجعت على المدرسة ما هقدر أحقق حلمي أو ما هقدر أشوف مهنة أدرسها كرمال أصير هيك شيء يعني رائد فضاء. بحب إنه أكون رائد فضاء عشان هيك أطلع أشوف القمر والنجوم وأستكشف أشياء جديدة ومعلومات. أنا منيح كتير بالمدرسة وبطلع الأول على الصف وشاطر كتير. المدرسة هي إنه يعني هي اللي بتأمن المستقبل أو بتأمن الحياة كرمال إحنا عنا ما ممنوع تشتغل غير ما يكون معك شهادة أو شيء. لانه هالوضع ما بسمح انه نحقق حلمنا بكل شيء بمصاري بكل شيء. تحديات بيني وبين حلمي انه ما عم بقدر أأمن شيء او عم بأمن مستقبلي كرمال المدرسة ما عم بتضلها تفتح كتير اضرابات اونلاين كورونا ثورة هيك. وشو انت عم تعمل؟ الصفات اللي بتكون عند الشخص ليكون ناجح انه يكون قوي وذكي ويكون يقدر ياخذ معلومات كرمال يصير ناجح. شو اسمه؟ في كثير اولاد ما عم بيروحوا على المدرسه كرمال انه هن صاروا الوضع الاقتصادي وصارت اونلاين، فهن قالوا انه ما عادش تفتح المدارس وهي راح نصير اونلاين فوقفوا. عم بشوف كتير اولاد انه عم يشتغلوا حتى لو عم بروحوا يشتغلوا بالسوبر ماركت او بالميكانيكي او شيء. انا بضلني بالمدرسه لانه كرمال بس اكبر اساعد امي واساعد خالاتي وهاي. بنروح على المركز بنروح بناخذ عن التنمر او عن العنف او عن الوضع الاقتصادي وهيك كرمال نتوعى أكتر ويصير عندنا معلومات كتير. بالمركز كتير بتعلم أشياء وبتفيدني إنه كنت أنا ما كنت أعرفها بس بجديد صرت أعرفها. عناصر إنه العنف والتنمر وحقوقنا إحنا لأنه هون مش مالكين كل الحقوق اللي إلنا. بس بتحس مبسوط من حالك لأنه مبسوط كتير من حالي لأنه أنا عم بساعد حالي وعم بساعد غيري أطفال. المناصرين هن إنه يمكن يغيروا تصير السياسة إنه تكون تتفق كل الدول على حقوق الطفل ويكون الطفل له حقوق 100%. أنا أكثر شيء بدي أدافع عنه هو الطفل. الطفل هون ما عنده حقوق. أكثر حق بحس إنه المدرسة، حق المدرسة أو العيش بأمان وببيئة نظيفة. أنا عرفت إنه الحقوق إنه من حقنا إنه يكون عندنا بيئة نظيفة لأنه إحنا ما عندنا شو اسمه مكبات زبالة حتى نفرزن أو نعمل لنا إعادة تدوير. الزبالة بنلاقيها على الأرض يعني. الأطفال عرفت انه حقوق الاطفال بالمركز. أوكي. احنا بدنا نعمل حملة مناصرة عشان ننزل على الارض ونرجع حقوقنا. وشو بتعمل كمان على الارض؟ انه بنرفع هاشتاج. غير هاشتاج شو في؟ لوحات انه نرجع حقوقنا او شيء. حسيت هاي مهمة لأنه
إذا ما دفعنا عن حقوقنا ما حنصير شيء بالمستقبل، أو مثل إذا من حقنا المدرسة ما حنتعلم مهنة أو شيء. كان عندي فرصة إني أحكي مع اللجان الشعبية. بحس بأهم شيء بالحياة هي الأسرة والعيلة، إنه نكون مع بعض متجمعين وهيك. المثال الأعلى هو أكون لاعب فوتبول مشهور مثل ميسي. ليش؟ لأنه صرت أحب الفوتبول وأحضر له كتير، وهو أكتر لاعب بحبه. بخليها فخورة فيني، بخلي أمي فخورة فيني، لحتى أنجح وأحقق حلمي مستقبلي. بكون قدوة إلن للأطفال. إذا رحت قلت لشي حدا إنه يقدر يأمن لهم حقوقهم أو يأمن لهم شيء إلن هن مش قادرين يعملوه أو شيء. في مكان أكثر شيء بحبه بالمركز إنه بروح وهذاك المكان برتاح له. إحنا العالم فينا نعمل إنه نكون كلنا بإيد واحدة ومجتمع واحد. Saying that we could